ما كندلكش هادشي قلت لك شحال من مره. صافي نساي نساي. يوسف كان بغيك واش كتفهم؟ كان بغيك راه ما نقدرش نعيش بلا بيه. الحب هذا اللي ما عنده لا اساس لا راس. انا راه عندي بزاف د الحوايج باغي نديرهم. ايوا وانا معاك بوحدي باغي ندير بوحدي يا سويله. صافي سيري بحالك. واش المعلم حنا عاد غنخدموا اليوم؟ انتوما ضيعتونا في زباله ديال الفلوس هكا. واش الحاجه اللي ما وقفتش عليك ما كدارش؟ شي اش غديري؟ نسي هاد العلاقه هادي. هشام مالك تقلقتي؟ اشري اشري كون مش مول فري يلا تسربين. يكلا بس الشيف سويلة الدباغة سيدي محاولة امتحان. زينب ندلو في واحد الكتاب شري سيت اشتريتي ليها سي حميد. يوسف راه ما عليه والو. اخو ما كانش هو عسقه والله يتقنا ماس الله يحفظها. جوعتني صاحبتي. وشي كيهضر على المحامية اللي بغات تنتحر. وش هادي من نيتها؟ والله حتى ندم على النهار فاش تزاد. انا ماشي صغيرة ماشي ضحكة ماشي. لي ديغني بوست لولا كيتحطو في فيسبوك وما بقاوش عليها. غادي تبدل. ديتي تاني نقص من هاد الخروج ما بقيتش خارجة. عرفتي شكون يقتل خالتي هنية؟ الله يا شهاد الهضرة. دير الصانيات دير الصربيات هزا تما لفتيني. سلام حيرني بصراحة بحالك. كنت جالس في الدار عيطت ليا شفتها ماشي هي هذيك وانا نمشي. صدفة. اوكي. تبخ جاتك بكفالة صدفة ياك. شاف انا راه غير ضد داكشي اللي خصو يدار. امال سهيلة الضعف ديال نجيب بطل ديال الحي. إلا ساليتي واخا نقدر نمشي في حالي أنا راه غير عاونت هادشي اللي كاين. أنت في الموت ديال هنية عاونتي ياك. جلس جلس. عطاتي هنيا لاكسيدو انت من الاول اللي كنتي في لوبيطال اولا. كنت قلتي هادي هي الرجبه انك تهنى منها وخلى لك الجو تزوج بامال ياك هانتا غفضاك هادشي اللي عارف انا السياسه. شاف هادي راه هضره خاويه عندي راسي ما سمعتهاش. انا تندير داكشي اللي كيبان ليا صح. كنعاون الناس وكندافع على اي واحد محتاج وحتى الموت ديال هنية فيه دواء فيه. شاف دابا واش هذا اتهام ولا كتحقق معايا ولا غير باش نفهم؟ شكون قال لك اتهام؟ شكون اللي اتهم؟ على الاتهام غادي نناقشوا هنا. حنا في اطار انسانيه اخوه الصداقة كنديرو شو كنديرو نجيبو في الكلام السي يوسف. واخا إلا كان في إطار الإنسانية والأخوة ماشي مشكل. سي يوسف كوثر واش حماقيتي ولا تسطيتي؟ واش هاد الهضره غادي نبقى نقولها لك كل ساعه؟ كوثر
هادوك راه غير شفارات، راه يبيعوا لك السلعه من هنا ويجيبوا لك البوليس من الجهه الاخرى. بيني وبينك هذيك السلعه كياخذوها الناس. دابا جبتيني، مرة جاية فاش تبغي ديري شي حاجة ولي تشاوري معايا. يلا كركبيهم ودابا. صافي صافي، ملي تبغي تشري شي حاجة قولي هدية. Oh mon Dieu, laissez-moi des beaux yeux de la maman. أحسن أم في العالم. صافي يلا، ما نحتاجش نوصيك. مرة جاية ولي تعيطي لي في التليفون في أي حاجة وقفتي عليها. يلا حبيبتي، أنا غادي نخليك دابا حتى شوية ونعيط لك. يلا باي باي، سلامة. مع ما كنت تتهضر؟ واش هاد الحلوة دي باقي ما بغيتيش تعطيها باتساع؟ وماما كعارفة. كنت كنهضر معاك كوثر. عرفتي هاد صاحبتي كوثر؟ عندها واحد البنت كتحمق بالزين، الشعر مسبسب والعينين زورق، وبا حاط لها واحد الرزمة ديال الفلوس في البنكة. عرفتي اين هي؟ ديك اللي كانت معايا في الصالون المرة الفايتة فاش جيتي لعندي. اش بان لك؟ شكون هي باغا تسرس بيني يا ماما؟ شوف الحبيبه ديالي. حبيبتي مالتي. انا ما باغاش نسرس لك ولا نتفكر منك. انا راه بغيت نشوف لك غير بنت الناس. ماما انا قلبي باغي هنا. عاشق من هنا. الحبيبه ديالي. اللي طلبتي هذه ندير هذيك. انا اللي مهم عندي هو تبقى ديما هدايا. عندك الحق لالا زينب، ما نقدروش نعيشو بلا سيدنا نجيب. واش انتي غادي تبقاي غير طالقه عليا الرادارات ديالك؟ حاشا لالا زينب، انا بغيت غير نقول لك سيدنا نجيب عزيز عليك، خاصك تجوجي هنا ويبقى حداك. كترتي ليا البخور ياك. ايها لالا. ماما بصح باغي نهضر معاك، بغيتك تزوجيني يا ماما. واجي قلتي معايا حسن. صافي فكرتي مزيان ياك. بغيتك تزوجيني، ديري لي واحد العراسيه وتعرضي على صحاباتك وكلشي، يقول ولد زينب تبع داها والله ما خلاها. ايوا شتي هكا كنبغيك. هي صافي بانت لك العفيريت، توكلوا على الله. اه ولكن ماما انا باغي امل. شكون هي امل؟ امل بنت هنيه. انا ما غاديش نتعصب دابا، غادي ندير راسي بحال ما سمعت حتى شي حاجه. واخا وماما ماما ماما وخلني نكمل هضرتي بعدا. ولكن بلاتي انا نملي خايف منه. انا غادي نمشي عند هاد حميد وغادي نقول ليه في وجهه بعد على بناتي، بعد على بناتي. كتسمع؟ بفوزير تمال هاد البراد ما بغاش يتباع ولا صفر. سي يوسف راه الدواقه اللي قلال تاش من دواقه مري هادشي الله يهديك. هادي على الله على باب الكريم. انت السعديه؟ هادي على الله. مالكم رجعتوا بكريم لعند السيده؟ على باب الكريم. زينبا ولدي حرمت علينا رزقنا، سبقاتنا عند المراه وقالت لي احنا كنبيعوا السلعه المسروقه. راه هادو باغيين يهربونا من هاد السوق، خصنا نديروا معاهم شي حل. عبد السلام
اجي اخويا ورينا هاد السلعه اللي مشفوره. بصو حنايا هاد الشك. نو غيان دو غيان مو جنو خك هتخيان نو غيان دو غيان مو صافي غيان مو غيان دو غيان مو جنو تخيان. نلبس هادي ولا هادي؟ جو بونس وحده فيهم ما جات معاك. جمال جات معاك الكراطه؟ جمال كلشي كيجي معاه، داكشي علاش مسمينو الزاز. كلشي عندك بريستيج او حتى مشقه. شي دوا اللي محترمه راسها عندها هادشي كيتقرى. الشده ديال الكراطه والوقفه لا فيزيون اي موا جوج افيك اوبجيكتيف. والله ما كتسالي. شوف سربي دغيا راه اختي امال وخالتي السعديه قربوا يوصلوا، راهم غير سوق الدلاله وانا باغا نخرج. واحد النصيحه اجي تعلمي لك هاد الحرفه هادي، هادي راه غير المناسبه. ها زيدي بان ليا غنخرج بهادي مع لي طالون غتجي واعره. او غيان دو غيان او صافي غيان جو نو غريت ريان او غيان دو غيان. مرحبا والف مرحبا. هشام جيب معك شي حاجه الناس يشربوها وجيب معك شي كعب غزال بالحق يكون دلوز ماشي دكاوكاو. خالتي السعديه والله نمشي خليني نسمع على ودني. هذوك صحاباتك اللي كتعني بهم وكتقولي لهم حنا شفاره، حنا كنخدموا بدراعنا قادين وسلعتنا ورزقنا نقيين. يا السعدية يا يا هاي شك جاية هاجمة عليا وهضرتك كبر منك. زينب شكون فينا الشفار؟ حنا ولا انتي؟ شكون اللي كابر في الشفرة ومعروفة عليه؟ سدي فمك ولا هادوك اللي كتهضري عليهم غادي يجيو يسدوه لك بس منك. خالتي السعدية يلا نمشي والهضرة قلناها وهي سمعتها. بلاتي يا بنت دلالة واخا انا كاع ما كملت مازال عاد باغا نقول لك شي كلام باش دي على ودنيك. راك عليك ولدي ولا ما غادي يعجبك حال واخا. واش متيقه راسك انت وداك نجيب؟ غادي تقولي لهذاك ميخي ديالك غيبعد من طريقي ولا راه ما غيعجبو حال؟ ياك طميمي عياك ولا حيت هذاك المزلوط ديال يوسف ما دار لك والو؟ سدي فمك يوسف بزاف عليك. كدافع على السعدية؟ ايه كندافع عليها. امال بنتي بغيت نقول بحال بنتي. سعدية دخل لي سوق راسك وبيعي شطيطك واعطيني بالتيقار. ودي يا بنت هنية الا ما فرقتيش عليك ولدي نجيب غادي يكون عندي معك حساب. زينب وسواك طايح بزاف يلا نوضو خالتي. صافي بغيتي تتخلى عليا بغيتي تتزوج ببنت كوثر؟ تخلى عليا ولا ما تخلى عليا انا هاد بنت كوثر بعدا مازال ما عرفتها حتى واش زوينه ولا خايبه. بقيت تابعه ماما راه تتخرف وزيدون انا قلبي مع وحده. ياك انت قلبك كل مره مع وحده واش غندير لك عشق ملال؟ ياك وعدتيني تزوج بيا ما تشد الباك. ومني شد الباك؟ شتيني دابا شديت الباك وما قلت لك ما تزوجوش. انا ما كيهمنيش اللي كيهمني تزوج بيا قبل ما تفضح. تسني السدركية. تسني السدركية باش ديك الساعة نزوج بيك فهمتي؟ نجيب وي صافي نسالي ونج يلا اوكي يلا. سي حميد جو ميكسكوز بوغ لو غوطار. راه انت اللي خاصك تسمح لنا سعادة العميد خرجتك من الاجتماع ديالك. معليش انا جيت عندك اليوم باش نسدو هاد الدوسي ديال بنتي. راه السمعة ديالها وديالي ولات في التراب. هادشي ديال الانترنيت والصحافة والشوها راه غادي يأثر على خدمتها ويقدروا يوقفوها. انت عارف هادشي ديال القضاء راه سي حميد القضية ديال بنتك ممكن نوقفوها ولكن راك عارف هادي طونتاتيف دو سويسيد يعني تقدر تعاود من بعد. ما عرفتش
واش كانت كتاكل شي دواء ولا كانت كتعاني من شي مشكل نفسي ولا عندها شي مشكل مع شي حد؟ انا الدواء ما كتاكل دواء ما والو مشاكل مع شي حد ما تنظنش، وهي محاميه كتدافع على المظلوم حقانيه نيشان، مشكل يكون عندها مشاكل. اش دير علاقتها مع زينب؟ واخا مرات با مفاهمين ما عمري شفت شي مشكل عادي. ومع يوسف؟ شكون يوسف؟ اللي مربيه سادية؟ يوسف الدلال. شنو غيكون بيناتهم كاع؟ وانت اللي خصك تقول لينا سي حامد، واش حنا اللي نقولوا لك شنو كيطرى عندك في الدار ولا كيفاش؟ آمال وقفي باغي نهضر معاك. مالنا ياك لاباس؟ اليوم غادي تعطيني الكلمة وغادي تقولي لي بلي غتزوجي بيا. هل أقلها أمولتي فهمك شنو باغا؟ أمولتي؟ واش تا واكل شي حاجة؟ واش لاباس؟ واش بيناتنا شي حاجة أصلا؟ بيني وبينك بزاف آمال بزاف. آمال أنا كنبغيك. آمال ما كاينش شي واحد غادي يعيشك العيشة اللي غنعيشك أنايا. نجيب دار عقلك راك باقي صغير. أنا راه كبر منك وراك ما تقلد الحياة ديالك. غادا تولي مراتي يا آمال. بخاطرك ولا بزاز منك؟ هادي آخر مرة. مال هذا؟ يوسف خليني نهضر معاك. يوسف 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 شوف فيا. عافاك 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 خليني بيني معاه. خليني شد لك تسير في حالك. شد لك كي كيتعامل يوسف ما ها جوج كيهضروا على السي يوسف مع بعضياتهم. انت شنو دخلك؟ يوسف كيهضر على بنت قدام الناس ماشي راجل سمعتي؟ انا كنبغيها ما باغيش نتفلى عليها. يلا سير سير في حالك. سير في حالك. بلاتي وسير في حالك. والله ما تبقاش بالله. بلاتي ماما ماما دابا شنو درتي؟ ماما دابا راه جبتي عليا غير الصداع. ما تبقاش تدخل شي حاجه ما كتعنيكش. تصدعنيش مزيان. شوفها اتصل بصحابنا الى عجبو ما هادشي اتفق معهم على العبارات ونطي ليا الخدمه. وعلاش ما غيعجبوش المعلم؟ حنا خدمتنا متقونه وما كاينش بحالها في الصوب. وهدى تبارك الله عليها خدمتها بغيزه عاود دار شي طليله على التحفه. تبارك الله عليها برافو. كتبان اصليه ياك المعلم؟ ايه والله ما تقول غير اصليه. قول لي يا المعلم هدى اش غديروا معها؟ البنت معاونانا وخدمتها مغيزه وراك عارف نخافوها ديرها ولا شدك الشيء هدى دير خدمتك. انا المعلم غير شفت لا زينب هاد الايامات كدور بجنابنا وختها تمشي ما ماشي هي هذيك. عايشه راه فايت قلت لك راه كتسرح ليا في العروق ديالي. دير خدمتك والعيالات انا قد بهم. شفتي الرشامي هما اللي مهمين. واخا المعلم انت رشم وحنا نطرزو. بغيت غير نعرف اش داك لي. راني قلت لك ما تبقاش تدخل في حياتي. لينا خيطه بيطي للكوميساريه داك النهار ما فكينا غير بالزز. واش عاجبك؟ قولي عاجبك ولا بيناتكم شي حاجه اللي مخبيها نمشي نخطبوا ليك. يوسف ما بغيتش نتزوج. انا ما بغيتش نتزوج. غنبدا حياتي يا سيدي بعيده عليكم مزيان. امال انا بغيت لك مصلحتك. بنادم خايب كاينين عيد دياب. واش نتوما غير اللي كيدخل لحياتي كتولي كتبان لي مصلحتي اكثر مني؟ انا قاده بشغالي وكنعرف اش كندير.
ميرسي يوسف. ويلي لهالا ويلي 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 شنو دار فيه؟ إلا ما ندير شهادة طبية فيها 30 يوم ما نتسماش أنا زينب. نشوف فين ضربك عاوتاني هذاك مسخوط الوالدين فين؟ شوف عينك عينك ما تقصتش. ويلي 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 لهالا ويلي لهالا نشوف وجهك ويلي لهالا. صافي جبتيها في ضلوعك بقيتي كطير كطير حتى جبتيها في عظامك وتقعد على سلامتك. دابا كتشمتي فينا ياك؟ لا ما كانش متما والو غير هاد الولد تسرتوه اكثر من القياس حتى ولا كيحسب لي كلشي كيتبع ويتشرب الفلوس اللي شافها ديالو واللي ما شافهاش عنده النص فيها. ديها في راسك وبالصحه ماما انا كنبغي امال. كتبغيها والصراحه ما فيها والو. ولدك راه كيبغيها ناوي المعقول. السيده معقوله وبنت الناس وزوينه وظريفه وهو اللي عندك خطبيها ليه وديري ليه شعر راسيه فعلى تركه. كتنزي عليا بنت الدباخ باغا تروحي ولدي في العافيه ماشي بعيد نتي اللي تكوني محرشاه. صافي انت غير كتحفالي كدوري جهتي. انا راه ما عارفاش ولدك اش كيدير وما عارفاش حتى اش باغي. شاختي سهيله احسن حاجه كتقوليها في حياتك هي هادشي اللي قلتي دابا. ماما باغي نتزوج بها ماما شفت باش وقع لي واش غتبقى واش غتسكت ولا لا؟ راه قلت لك باقي تجبد يدي غنتفاصل انا وياك. زيد يلا نوضي بيتك بشوي 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 يلا بشوي بشوي نوض نوض ما بديتيش نوض بشوي زيد ظهرك مالو؟ ويلي هادي حالة الامبيلونس هادي تكا وليدي تكا غير بشوية وتكا وتكا بشوية بشوية سعداتك اختي كلشي باغي يتزوج بك. ما كي كتقولي وانت فرحانه دري دري مستقبلك خلاص خلينا نخرجوا من هنا وبركه من الهضره الخاويه. شحال خاصني نقرا من عام وهنا قريت ايش غنكون كاع؟ انا خد لا ليسونس وغنجي نجلس حداك هنا ولا نمشي نفرش سوق الدلاله. واش شفتك اختي هي سمعتي الزواج وانت تبدلي وترى عندها الصح. واش انت كلشي باغي يتزوج بك وانت معفره؟ بغيتها نعرف علاش يلا قول لي جاوبيه. دابا انا كنجيك في ملك الله ولد عمي. ها شتي هاد ولد عمك هذا؟ انا دابا كنقلب على شي بنت الناس شي نقرا فين غبر نحاسي وراه موجودين ولكن بكل ما في تواضع من تواضع. وهذه راه مقوله قالها روميو. انا اش قلت؟ اللهم بنت عمي انا قابل عليك الا بغيتي. اش قلتي؟ اخويا تبر لي تواضعك. واش عبد الله تفكر مزيان شتي انا وياك عاد تدخل معك بالله. دابا انا ويا هاد الكوبل هادو اش نشكلوا انا ويا في الفيسبوك ما نديروش بوم حتى في التيك توك. واش عرفتي اش كيديروا عليا؟ ولكن انا اش كنقول؟ اللهم انتيا قولي العرض راه محدوده بخصوص العروض. إيه؟ عوطي اللي كيتسناك لا هي إيه كيتسنى والله ديال الله توجه تقعد تشرحي لها مزيان شرحي لها هضري معاها هضري مع اختك راه ما عارفاش مستقبلها فين. اقسم بالله الى اختك غرر بها وانا جوكيت شوفي شوفي اختي تزوجي جمال راه زوار على الاقل حفظ حوارات راه ما كناري شبعك رومانسيه ومن ناحيه الزاز فوت كلشي على اللغه العربيه بالنسبه ليكش غرر بها.
برافو عليك، وصلتي لداكشي اللي بغيتي. كل واحد توصل لداكشي اللي بغى. حياتي هادي اللي كتبغي تفرق كتفرق، وملي كتبغي تجمع كتجمع نبرة مشتعين. كلشي كاين له حل الدنيا، كنرجعوش لنفوسنا. مدام زينب مرحبا بك، تفضل. خذ قهوة سكن معلم. ايه الله يرضى عليك يا علان. امرني المعلم. اني اسمعني دابا دابا علان درتيها مزيانه. قول لي واش كتعرف هاد السميه ديال علان كان هو الاسم المستعار ديال الشهيد محمد الزرقطوني؟ لا، كانوا جميع الاخوان اللي في الخليه السريه ديالو كينادوه بعلان. إيه المعلم. وكتعرف كذلك بلي الشهيد سي محمد الزرقطوني رحمه الله كان عنده محل ديال النجارة هنا، كان كاتبو في سمية واحد الصحراوي باش يبقى هو بعيد على الشبهات. إيه المعلم، هاد المقاومين كلهم ولاد الحومة. ماشي غير المقاومة، هنا كانت المقاومة وكانت العلم وكانت الرياضة. الرجاء البيضاوي. إيه الرجاء. إيه الرجاء البيضاوي راه تأسست هنا في المقهى ديال بويا صالح. شحال خرجوا ديال العادية هذوك الناس، أهلية وأهلي، منهم مرحومين بيتشو، منهم ظلمي، منهم بطاش، منهم سحيتا، كثير اللائحة طويلة. الله يرحم اللي ماتوا والله يبارك في اللي باقي. والفنانة المعلم اللي شيدوزو في التلفزيون. الفنانة حديت ولا حرج، باش بغيتيني نبدا لك؟ الفنانة كاينة الحاجة الحمداوية. كاين مصطفى التومي، هذو الناس نساوهم نساوهم. مصطفى التومي، عايد موهوب، توريا جبران، والله يرحم اللي مات والله يطول العمر. الله يرحمهم، الله يرحمهم هبدا المعلم. واشرب القهوة باقا سخونة. يا عندك الحق واخا سيدي. يا ربي. بسم الله. واخا دابا راه هو اللي ضرب وهرس لي طوموبيلته، وانا راه مشيت درت شهاده طبيه في 21 يوم. شنو علاقة ولدك نجيب امل؟ ما بيناتهم حتى شي حاجه، هي راه غير بغات تلصق فيه بزز. واخا مدام زينب، أنا غنتكلف بهاد القضية ولكن بالقانون. واخا بارك الله فيك. شكراً زين. كوني هاني. لا زينب، جا معاك شرب اتاي. فين كنتي قيل هاد النهار؟ ما كاين والو في بالك يا زينب، هالمشاكل هذا يقبطك هذا يطلقك، وبنادم ما ولا سهل. لا 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 باين عليك حالة المشاكل، وانت مبرع عليا مع راساتك وكتخليني انا بوحدي اللي في الهم.
دابا اش واقع؟ اش كاين؟ ولدك نجيب ضربو يوسف. ضربو يوسف؟ وعلاش؟ على قبل هذيك لاله هم امال، ولكن انا مشيت عند البوليس. وصلتي للبوليس كاع؟ علاش ما عيطتيليش؟ علاش ما تسنيتينيش حتى نجي؟ علاش كديري لي فراسك؟ ياك ونخليهم هما يمشيو يسبقوني. ولدي تضرب خصي انا ناخذ حقي، بما ان باه ما كاينش انا اللي خصني ندير كلشي. السي حميد، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. عقل الترابي فين كتوصل؟ هشام، ما قلتي لي والو على نجيب؟ كنتي حاضر تما؟ صافي صافي فهمت. الو سهيلة، قطعي قطعي، انا في كوميساريه. ولا لا بلاش بلاش، هادي حتى هي كتعيط في شي اوقات. سي يوسف، سلام عليكم. شكون في الحليله ولقاو؟ اش وقع؟ شاف انا راه ما درت والو، الطوموبيل ما مهرساش، انا دافعت على راسي، داكشي اللي في المحضر وشهاده طبيه راه ما فيها والو. يوسف انت اللي بديتي الاول، امو عندها الشهود على هادشي. امو هذيك من حقها تقول اللي بغات. الناس شافونا مضاربين ولكن ما شافوش البساله ديال نجيب. سولوه هو علاش تعرض لامان. شنو علاقتك بامان؟ خطيب هشام ونتزوجو ان شاء الله. غير الموت ديال الوالده ديالها والظروف هي اللي عطلت علينا هادشي. كل المعلومات اللي عندها ان عندها علاقه حتى مع نجيب. ما عندها لا علاقه لا والو، كذوب. امل ما كتعرف حتى واحد من غير. متاكد؟ اه متاكد. تايق في راسك شوف، الصراحه هي في البلابلا ديال الناس راه منها والو. حنا غنشوف. الو بنتي امال؟ لا 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 ما كاين والو، ما تخافيش، غير يوسف عيطوا عليه البوليس وقلت نمشيو نتبعوه للكوميساريه. ايه واخا 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 بنتي، نتلاقاو تما واخا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الو خلوها تدخل. سيني هنا. بونجور. سويدا فين جيتي؟ سهيلة الدباغ، محامية. بلا شك بنت مدام زينب الدباغ. لا سعادة العميد، مدام زينب غير مرت الواليد. أنا محامية على السيد يوسف الدلال. تفضلي. شكرا. شناهو؟ اش جيتي؟ عمي عبد الكريم. اه دابا هاد زينب علاش كدير هكا؟
وحميد شنو كيقول في هادشي؟ يا امل يا امل بنتي الله يهديك، انا قلت لك باللي حميد ما فرصو حتى حاجه. ولكن انا علاش ما استدعونيش؟ حتى انا راه كنت الله يهديك. صافي دابا الحباب، السلام عليكم. باقي مواصلين الكبسوله ديالنا الحبوس كما سمعت وكما رايت. واحد الحاجه اللي مهمه كاينه في الحبوس هي المكتبات، ما يمكنش انك تدوز الحبوس وما يبانولكش، والاهم من ذلك هو على ان هاد المكتبات هادو كيجيو لهم مكتوبه من العالم كاملين، فكتلقى مكتوبه بالفرونسي بالانكلي بالعربيه بالسبليونيه، ولا تلفلك شي كتاب ما لقيتيه في شي قنت اخر سير اجل هنا غادي تلقاه. وما نساوش بان هذا المكان هذا عنده واحد الرمزيه تاريخيه كبير ديال المقاومه، القرطاس الاولى الحباب من هنا بدا. تعاوتاني ابا جمال دير معايا شي دور على المكتبات ديال الحلقه ديال اليوم. خاصك دابا عندك المكتبات القدام بحال دار النشر، دار السلام، المركز الثقافي العربي، المكتبه المحمديه. دابا انت في نظرك انا ما عرفتش هذا الشيء. الله يهديك، نقول لك كاع بالاماره كاع الاغلبيه المولين هاد المكتبات هادو كانوا من فاس. هذا الشيء نقول لك هذا راه اكثر من 50 عام دابا. سي اونت مون فرير، هذا الشيء كل شيء عندك سطحي. علاش زعما؟ خاصك تجلس مع مولين المكتبات وتحاورهم باش تجمع معطيات صحيحه، عاد ممكن دير ريبورتاج وتعطيه للناس. والله ما كرهتها شيري. وشنو حبسك؟ قالوا راك عارف اخويا عرفتي اللي كتجي تهضر معاه ما كيبغيش يدير معاك انترفيو. ولا توسط لك قاميتي. تقفوا القمينه. ما كيتلاقاوش ياك؟ واه شوف انت. سيدي غنضحك معاك، غنضحك. يلا. يلا دور عليك. معنا اليوم جمال الزاز. اش غدير؟ انا غادي نمشي نشوف هادشي. انت كليكم تفضل يوسف. هاد حاجه سنتك يوسف، حنا راه جينا باش نشوفوا لك شي محامي. على اختك اسي عبد الكريم، الحمد لله سهيله راه تكلفات بكل شيء. فيك الخير اختي، باكم امك يدخلوه وانت تخرجيه، ومن فوق هاد الشيء كله كتكلفي ليه بكل شيء. ولينا ديما غنوريط عند عائله الدباخ. الله يهديك. ماشي وقته هاد الهضره هادي، حنا بالنسبه لينا المهم هو يوسف خرج. يوسف تبغيني نوصلك دابا ولا بلاتي؟ لا انا غادي نمشي مع السي عبد الكريم. واخا تليفون بيناتنا صافي. ميرسي بوكو. يلا 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 هادي الشتا. شاف جواد رابور فيه التزام. غير هو الشاف راه كان خصها تمشي للنيابة العامة وترافع عليه. بلاصة راه ماشي هنا. تي غيزون. درنا بوجهها وصافي. ولكن باش نكونوا أون غيب غادي تصيفط إشعار للنيابة العامة. غدي فيه بان يوسف سينا التزام ديال الصبح باش ما يتعرضش لنجيب الدباخ. اوكي سامارش الشيف. ليما على سلامتك لاله سهيله، ما حسبليش بدلتي الخدمه وليتي ساكنه في الكوميساريات.
قضية هشام دوزتها لك، ولكن قضية خوك ما غندوزهاش. غنعاود نقولها لك لآخر مرة، ولدك ظالم. هذاك اللي كتقولي ليه ولدي راه خوك. سيري شوفي حالتو كيفاش دايرة. شنو غادي يقولوا لينا الناس دابا؟ مو شكات في الصباح واختو خرجت صاحبتها وتو في العشية. انا درت غير داكشي اللي عليا. ويوسف مسكين مظلوم. يوسف 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 قرتينا بهاد يوسف ديالك، حشمتينا قدام العادي والبادي. شنو قلتي للبوليس؟ كوني هانية، درت غير داكشي اللي عليا. يوسف دار التزام ما غيعاودش يدور جهته، وحتى داكشي اللي خسر في الطوموبيل وقلتو خسر، انا اللي غنصلحو ليه. وبقاي لله على راحتك وخليني نرتاح شويه. ياك هذاك يوسف ديالك اللي يدير عليه هاد الحاله ما عمر ما غادي يقول لك. ملي كتحفى ليك كتعاودي هاد الديسك. هاد الديسك غادي تبقاي تسمعيه كل مره، حيت يوسف دلال ضارب وتقاتل باش يكون مع الدلاله. الله يكون في عونك بنيتي. انا شنو كندير على قبلك؟ انت باغي تتزوج بوحده اخرى. حليمه سكتي راه غادي تسمعك ماما. ماما كنا غادي نمشي نقولها كل شيء. حليمه ماشي فين ما غتبقاي تشوفيني غادي تبقاي تنقري. عرفتي الا مشيتي درتيها بصح والله حتى نفضحك. غادي تحطي هاد الحوايج وغادي تخرجي عليا برا. انت راه تسطيتي وخرجك العقل. راني معصب بلا ما تزيدي تكملي عليا. خرجي لا ما تعاودي تدخلي. أمال بلاتي قولها لا لا زين بلاتي خاطي السعدية. خليني عليك مالك لاباس ما نخافوش ولا هكا خصنا نخافو حيت انتي وليتي دايره اللي حميك ويجي يضربنا حنا. ولد خويا ما ضرب حد ما هرس طوموبيلات. هي دابا حنا كذبنا عليه ياك زينب؟ بعدي على ولد خويا ولا ما يعجبك حال كتهدد ديني. حليمة عيطي للبوليس. وليتي واحد جوج هانتي عند البوليس. شوفي خرجي ولد خويا من البالك ولا ما يعجبك حال. سعدية دلالة زينب ما كتهددش حتى نقول داك الشي اللي عندي. شوف واش غادي يبقى عندك الوجه صحيح باش تخرجي في الحوم.
حليمة خرجها عليا. هي خارجة. النملة ملي كيبغي يعذبها سيدي ربي يدير لها الجناوين.